سلام البنات. خوشي كما كتعرفوا احنا اصلا كنا مسافرين من كازا لطنجه، ما كناش عارفين كاع هادشي واش غادي يوقع الفاجعه ديال الزلزال ولا هادشي. فجينا هنا توصلنا لطنجه، توصلنا للدار وجلسنا، عاد كيعيطوا لي الدار كيقولوا لي بلي راه كاين زلزال، حيت هو الزلزال ما كانش طنجه. المهم اخوتي البارح كنشوف الفيديو ديال حفصه بحيح بلي هي غدا لمراكش، وقلت ليها شوفي، قلت لها انا راه ما الظروف كي دايره خلتني هنا يجيب معايا اختي الصغيره، قلت لها راه ما نقدرش زعما نمشي. صيفطت لها شي بركه ديال الفلوس، قلت لها واه هانتي شوفي داكشي اللي قديت عليه راني درتو، عاوني بهاد الفلوس هادو والله يجعلها في ميزان المقبول، ميزان الحسنات ديالنا وديال كاع الناس اللي ساهموا. هادشي اللي كاين اختي، باش ما تقوليش حق اقبال فرطت ولا حقا راه ما دارتش ولا ما دارتش، فانا داكشي اللي قديت عليا اختي درتو. حفصه البارح انفو لقيت الفيديو ديالها، صيفطت لها ديريكتومون ميساج، قلت لها انت غاده، كلفتها بداكشي اللي قسم الله ومشات، والله يجعل هادشي في ميزان الحسنات، واللي قادر يعاون شي واحد يعاونو ما يبخلش.